أمين عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ممكن تقدم اسمك للمشاهدين اللي بيشاهدوا تلفزيون النصر؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تلفزيون النصر. السلام عليكم. لقد جيت حضور في مكاننا الحمد لله. طبعا رمضان كريم، الله أكرم به كل كريم. نعمل خدمة الإسلام والمسلمين. بارك الله فيك، بدينا العمل إن شاء الله في بداية رمضان إن شاء الله. سيد المدير، أنت ترى شهر رمضان برنامجك شنو؟ برنامجنا في شهر رمضان إن شاء الله ناس نودي الأمراء في أول دفع ده نودي يوم 7 أبريل، ودفع تاني ده يوم 10 أبريل، والدفع الثالثة يوم 12، دفع رابع ده نودي 14 17 19 كده نودي 22 رمضان إن شاء الله ويكمل الناس. سيد المدير، تقدر تفهمني فيما يخص الوكالة؟ الوكالة يسكو للسفر، هي قاعدة تخدم شنو؟ ايوه، وكالة يسكو للسفر والسياحة، يخدم لكل الجهات العالم، ونسافرون في أي مكان يمشي نسافروا. حتى حج كل نخدم في الحج والعمرة. عمرة عندنا عقودات مع السعودية، نعمل عقد ونسوي برنامج وناس نسافرون كده. المكان اللي تأسستوا عليه من كم وقت؟ والله نحن أسسناه ل 1994، ولقينا صعوبات كل فيه، من غير صعوبات كل فيه، زمن واحدين تأشيرات ذاتها قطع علينا كل فيه، والحمد لله في على ما يرى كويس. واصل خدمتك كيف معكم في الاجانس يسكن للسفر؟ نعم، خدمه هسه الحمد لله ماشي كويس. ايام الجالين ايام الكورونا هذا وقفونا في العمل. ايوه، واصل كيف نشاطاتكم؟ هل برد عشان توري لي الزباينك؟ والله يا الحمد لله الزباين هذا هسه نشاطات عندنا في زي ما وريناك، ولا اي واحد اللي يمشي كلمنا له سعير يجي يكفي قروسه. نعمل تأشيرات، تأشيرة ونقطة تذاكر، التذاكر عندها مواعيد، كل واحد المواعيد يستلم جواز يمشي على المطار يسافر إن شاء الله. لو سافر هناك في المطار ملك عبد العزيز بجدة، والوكيل عنده هناك بيساقه جائز، ناس حاضر لو إن شاء الله دخول طوالي يشيله يوديه مدينة، يقعد 4 أيام مدينة يعملوا زيارات، تاني هم يشيلوا ببيس يوديه في مكة. واحد من هنا يمشي له مطار محمد بن عبد العزيز في المدينه المنوره، ينزل من هناك لو نزله مندوب واقف في المطار طوالي يوديه في الفندق يسكنه. ايام الزيارات الثلاث يوم 4 يوم كملوا هم يشيلوا يوديه في مكه ينزلوا في الفندق، ايام الباقي كله يكملوا بعد العيد كله يرجعوا ان شاء الله. وتنظيمكم في كيف هناك في السعوديه؟ هل انكم ناس عشان يسافروا فوق الزباينكم؟ لا كل واحد يكفي هنا ويمشي للوكيل للشركة معانا نخرج هناك ده عنده مندوب في المطار يستقبله ويشيلوا سيارات يودوه في الفندق. فندق أجرنا في مكة، مدينة كلها أجرنا، مكة كله قريب من الحرم، مدينة كله قريب من الحرم، خلاص. واحد تاني لو يمشي يعجر كده ما في، حتى يجيبوه في المطار يوم اللي يسافر كله. وانكم مكتب هناك ولا كيف يعني؟ عندنا مكتب، ايوه شريكين، ما عملنا عقد. ايوه شركه عملنا عقد معاهم ده، خلاص هم يحملوا في اي حاجه اللي حصل في السعوديه هم يحملوا، والخارج هنا نحمل مسؤوليتهم. ده على حسب اتفاقيه في العقد. وهل المكتب حقكم يعني؟ هل كمان لكم في الاقاليم يعني اللي هنا بس الرئيسي؟ هل كيف وكيف؟ ايوه ناس اخر ولا كيف؟ هنا بس عندنا رئيسي واحد ده بس هنا. كده. وعندكم عنوان خاص عشان الناس بنادوكم فوق ولا؟ ايوه عندي رقم تليفونات بس ينادونا فوق، ومحل ده ذات محل معروف، وشارع 30 اخر في تيتي،
ايته مع ملصق مع القناه البوليس فكان ده ذات معروف اي واحد لو كلمته والي يجي رقمكم خاص كقائد ولا اي واحد كله يعني عندنا رقم خاص عشان الزباين لا عندنا هنا زي اربع او خمسه شركات خمسه وكلاء هذا عملنا اتفاقيه عملنا في الجروب كده جروب عملنا ناخذ في العمره كل وكالات اخر ده كله عندنا مكاتب ولنده على والد عندنا رقم تليفونات كله عنده والجروب يعني كله يعني رقمكم سوا ولا اي اجازه باسم الشكشك اسم الشكشك ولكن في الاتفاقيه لكن ده مجموعه واحد مجموعه واحد اي واحد ياخذه في المكتبه ونرجع في الجروب بعدين يعني تقدروا تعرفوا في كورونا ان شاء الله نعم وهل يعني لكم يتمكن تلومهم في خلال اسبوع ولا شهر؟ لا طبعا عندنا هنا 24 ساعه كل نلوم واسبوع كل نلوم هسه ايام في رمضان هذا ما عندنا وقت يوم يوم بعد يوم كل نلوم شنو صعوبات شنو كيف النظام وهذا بس ماشي هو وهل كيف ناس يعني كمرشو هناك في السعودية هل كيف والدنا ما قاعد يرجو ولا كلهم قبلوا؟ كلهم قبلوا 100% قبل كان ما يرجع هذا ما نشيله ذاته اي واحد جاب نار ما يجده يشيله على مسؤوليته ايوه ده الوكاله تشيله وكال الزول اللي جابه ده يشيله مسؤوليته هنا متخلف كده ما نوده في الامر ان شاء الله تمام السيد الرئيس رسالتك شنو للزباين؟ والله رمضان كريم الله اكرم بهب كل كريم ايوه والله اجاز يعني قلت اسستوا عليهم تقريبا 5 سنة او 6 سنة اجاز ده اسستنا له 1994 ده كم سنه؟ عمرنا نار ايوه اربع عندكم كم امال قاعدين؟ والله عندنا مال 5 6 عندنا رسالتك شنو الاخير توجه للمشاهدين يعني المشاهدين رمضان هلال رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشهر رمضان نزل في القرآن للتلفزيون الناصر نتكلم لهم في شهر رمضان إن شاء الله وكل المسلمين والمسلمات إن شاء الله نعيدكم إن شاء الله خلال شهر رمضان ده الرئيس شنو الإنسان يستفيد في خلال شهر رمضان خلال شهر رمضان ده الإنسان يصلي يقرأ القرآن ويدعو إلى الله ويصلي التراويح و شيء في الإسلام معروف هذا والناس المخاصمين في خلال شهر رمضان هل في شغل عديد ولا ما عديد؟ تلقى أحيانا الناس مخاصمين ويقولوا أي ناس والله يا الحمد لله نسيتك شنو والناس المسلمين ده كله طيب والزور كان بدور بلقاكم في نمرو خاص كده بقدر بنعلوكم في نمرو نعم 66 21 84 39 ونمرو تيجو نفس 99 21 84 39 هل النمرة ده عندهم فوق الويب سايت ولا ايوه واتساب عندنا في الارتيل عندنا في واتساب كل علي سمر علي سمر ايوه علي سمر انت قول من الناس انا نايم الرئيس ايوه الرئيس اوكي يعني شنو قاعدين تسوين في الاجانس والله ما شاء الله نار وصول المملكه يمشوا عمره وحج كله عمره وحج كله ما شاء الله يمشوا ويجوا وقفت السنه سنتين ده بس وقف قبل كده مشكلة ما عندنا نرسل يمشي ويجي كله ما عندنا مشكلة الشعب ده يمشي بعيد ويوم احتمال وجود مشاكل مع الزباين وايد في جيش باسبورك وكمان يقدر تذكرة لا صعوبات اللي كنا كم قصة مرة شوية لكن كله هنا بدنا عدلوا قاعدين من هناك مودر كله عندنا مندوب هناك مندوب في الاجانس هناك في المملكة هم يقوموا يفتشوا الجواز كما لقى كله لما يمشي سيد تصريع كله يمرق نارم ده ما يقعد عشان متحالف ده كان جاب متحالف ده يوقفنا كات كله عشان ده نارم ده يمرق عندنا خاص ناس قايلين هناك وهل انتم عندكم عدد عن الناس كتشغلوا ولا يعني باب مفتوح بس؟ لا ما عندنا عدد ما شاء الله نارم في كات ده الحمد لله الناس السعوديين ساعتها ما عندهم عدد ايوه ماشيين جايين
يعني عند إمكانية ده يمشي ويجي ما عندنا مشكلة. علاقتكم كيف مع الوكالة هناك قاعدة تخدم؟ علاقتكم ترابطكم كيف يعني؟ ولا ترابطنا لا مشكلة، ترابطنا لا كل ما سنة نعمل أكيد جديد. أيوة. في السفارة كل بعض سفارة السعودية كل يعرف. أيوة أكيد. أكيد أيوة. أكيد نسوي. نسوي السفارة كل يمضي لنا. أيوة. بعد ذلك نشوفوا هم كل يشيلوا مسؤوليه هناك أن كل يشيلوا مسؤوليه هنا نعمل. ورسالتك شنو للناس اللي رجعوا السفر؟ والله المسافرين ما شاء الله ما قصروا علينا، ما قصروا علينا. قالوا الكليان هو روح. كليان يجي لذاته نشكر أول كده كليان مهم. أيوة. كليان يقوم يجي لنا يقول فلان بيسافرنا يجي ويمشي يجي ده مهم لنا مرة واحد. أيوة. نشكرهم ألف مليون والله. والما جلسة كله تقول له. الما جلسة كله خليه يجينا. أيوة. بابكو فاتي. بابنا فاتي بالليل والنهار ولا تلفون نصده بالليل. أيوة. ولا حراي. كل ما هو كدنينا فاتين قاعدين. وعلاقتكم مع الأجانس القاعدين هنا في جمينا، علاقتكم كيف؟ أنا ما في جمينا قاعدين ده كلنا عندنا علاقة. ما عندنا ده ولا عندنا ده علاقة ده، لأن شنو كان ما عندك علاقة مع الأجانس آخر ده. الخدمة ما تمشي. بكم وعيلي أنا مالكينا ده عند نمين شلوب بخانا. بلس ذات أنا وعير الدربي عند وكمال جيران فلان اجاز فلان انت ما عندك بخان ولا انا عندي عندنا فلان اثنين ولا ثلاثه هذا طوال يدينا مشكله كل ما عندهم انينا كلنا انتم مشكله كما عندنا بيننا. رسالتك على طول تقول شنو للمشاهدين؟ والله مشاهد الحمد لله انا تلفزيون النصر يقوم يجي يسالنا ذات نشكر ألف مليون ده كل ما شادي ده شتي شاديين كل ما حقنا ويدنا ما هجينا وينا وتلفزيون النصر يجي يشيف قلم يسمع ويوري يبلغ لنا ذاته نشكر ألف مليون سلام نينا ده مشكورين مرة واحد ما شكر شكر ما شكر واحد ما شكر اثنين. وانت برنامجك شنو تطلع شهر رمضان قاعد تسوي؟ والله اوقاتك شنو؟ والله الحمد لله رمضان ده رمضان كريم. المسلم ده رمضان ده لازم كل ما اسلام ده رمضان الله جاب بلغنا الله جابنا في رمضان. اي عندنا مال نارمل انا غير قزل ما عندنا نارمل قزل ما عندنا انا سامينا. ايوه كل شيء ندر الصمار كله سما له ما في ممكن ان شاء الله قندغل في رمضان ده نار من تمام نقول انا كما عندي كل اخر ركن عندي كله خليه سامينا سمكة من دو. الله يوفقنا. الله يكمل لنا رمضان في العافية والسلامة. الله يكمل لنا في إجراءاتنا ذاته في العافية والسلامة دائما دو. شكرا. ولا المشاهدين تلفزيون النصر خلاص برنامج كيف مر رمضان واليوم كمان جينا هنا في أجانس يوسف للسفر وقعدت في شهر 30 ما بقيت من ديسي دي لا ليبرتي وان شاء الله لكل الناس اللي مسافرين يقدروا يجوا ويلقوا التذاكر عن السفر وان شاء الله في امن وامان هناك في التصوير فكر مسكين ومعكم كمان موسى محمد خليكم تابعوا متابعه سيره ما باقي برنامج التلفزيون النصر تفضل اقول